استضافت السفارة البريطانية في القاهرة احتفالا بالذكرى الخمسين لشركة فايتا بايوتكس، شركة الفيتامينات رقم واحد في المملكة المتحدة والرائدة في مجال الفيتامينات والمكملات. وخلال هذا الحدث أطلقت فايتا بايوتكس مبادرة رحلة حامل، وهي أكبر مبادرة لدعم صحة المرأة وبرمجة الأجنة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. أقيم الاحتفال بحضور العديد من القيادات الحكومية المصرية من وزراء ومسؤولين عن الهيئات الحكومية وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكمان الشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام والأطباء والمتخصصين في مجال الأدوية. هنا النهاردة لنحتفل بشركة فايتا بايوتكس، 50 سنة لفايتا بايوتكس في الدنيا، وأكثر من 10 سنين لفايتا بايوتكس في مصر. يسعدني أن أكون هنا للاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء شركة فايتا بايوتكس. تأسست الشركة قبل 50 عاما في المملكة المتحدة على يد دكتور لالباني. نحن هنا في مصر أكبر شركة أدوية بمنتجات مثل فيروغلوبين وأوستيوكار وبريجناكار وبرفاكتل وغيرها الكثير من المنتجات. نود أن نذكر أيضا أنه سيتم إطلاق رحلة حامل قريبا، وسيتم إطلاق العديد من المنتجات البريطانية في مصر. فايتا بايوتكس الشركة رقم واحد للفيتامينز في العالم، موجودة في أكثر من 100 بلد وبتخدم عدد كبير جدا من المرضى على مستوى العالم. فايتا بايوتكس مصر موجودة من سنة 2008 وليها مصنع كبير في منطقة برج العرب، مساحته 18,000 متر، والمصنع ده قدرته الانتاجيه وطاقته الانتاجيه بتزيد عن 20 مليون علبه في السنه. انا بتشرف النهارده بوجودي في الاحتفال بمرور 50 سنه على انشاء شركه فايتا بايوتكس الانجليزيه. طبعا الحمد لله الفترة فاتت احنا بنتقدم يوم عن يوم بسرعة، يعني ده العالم كله بيقول علينا كده. احنا بنشجع الاستثمارات بصورة عامة في مصر، واهم هذه الاستثمارات هي استثمارات القطاع الدوائي. الشركة دي مسؤولة عن فيتامينز كتيرة، وبالذات فيما يخص تخصصنا احنا اللي هو امراض النساء والتوليد. عارفين طبعا الست الحوامل بيحتاجوا إضافات غير الغذاء الصحي، بيحتاجوا إضافات أثناء الحمل. هي الفكرة كلها في رحلة حامل إن هي واخدين السيدة من أول الحمل لغاية آخره. احنا بنوفر للسيدة الحامل الاحتياجات الأساسية بتاعتها من الفيتامينات ومن الكالسيوم ومن الحديد اللي هي مهمة قوي بالنسبة لصحتها ولصحة الجنين أثناء الحمل. لأن الست الحامل كلها دايماً عندنا بتبقى مهملة جداً في الأكل بتاعها. لو أنا اديتها سواء الفيتامينات دي سواء الكالسيوم أو البريجناكير اديته لها في صورة كبسولة، ده هيضمن ان شاء الله ان هي تبقى صحتها كويسه مع الحمل. اهم جزء هو التوعيه، وان احنا نقدر نوصل لكل سيده مصريه ازاي تحافظ على صحتها وهي حامل، ازاي تمر بحمل امن. وده جزء كبير من خطه فيتا بايوتكس انهم في برنامج رحله حامل، ده برنامج ناشونال، ويشرفني ان انا اكون جزء منه ان شاء الله.